شادي شقيق يوسف. أهلا بك يا شادي. أهلا بك يا فندم. شادي قولي الأول، أنت عندك كم سنة؟ معايا شادي؟ سمعني؟ معاك. عندك كم سنة يا شادي؟ أنا عندي 29 سنة. 29. طيب البقاء لله في يوسف، وعايزينك بقى تحكي لنا الحادثة والواقعة، لأن بجد إحنا تهزينا لهذه الواقعة، وربنا يرحم يوسف وربنا يصبرك طبعا ويصبر أهله. احكي لنا ملابسات الموضوع، اتفضل. أنا عامة ما كنتش أعرف يوسف بيمشي مع مين أو بيصاحب مين، بس ما بسألش عليه لما يكون رايح درس أو جاي من المدرسة ولا لأ، أو نايم أو صاحي. دايما لما بطلع البيت لازم اسال عن يوسف، لان انفتح محل تحت البيت يوسف، لو ما فيش وراه حاجه بفضل قاعد معايا في المحل، ما بيروحش حته، يعني ممكن يقعد قدام المحل عندي. قبل الواقعه دي يوسف كان قاعد معايا في المحل، كنت انا بعمل حاجه في المحل وقلت له اقعد بره، لما اعمل حاجه واسيبك قاعد اروح انا مشوار اجيب حاجه. بعد ما خلصت اللي انا بعمله بدور على يوسف ما لقيتوش، قلت ممكن قبل ما بابا يجي من بره يجي، او هو هنا مش قدامي، او بيعمل حاجه او بيشتري حاجه، لان قبل ما اقول له اقعد هو بعته اشترى كذا حاجه، بعته اشترى عش فينو عشان يروح بالمدرسه الصبح، وبعته حلق لاولاد اخته، وجاء قعد ما عادش وراه حاجه. مفيش إلا إنه يقعد معايا في الدكان لما والده يجي ويطلع يقعد معاه. ما طلعتش أنا البيت فوق من ساعة ما بصيت عليه وما لقيتوش، لأن والدي بيجي يخش مش مهم، يعني ممكن يعدي عليا ممكن ما يعديش عليا، هو أخويا يقول لي أنا طالع مش طالع. بس جه في اليوم ده فضلت قاعد في المحل، فوجئت إن والدي نازل الساعة 12 أو 11 ونص بيسألني على يوسف. قلت له يوسف مش فوق؟ قال لي لا، انا رحت ابص عليه اشوفه نايم ولا لا، لان هو كان بينام الساعة 10 ونص. كان والده دايما يجي يلاقيه قاعد مستنيه قدام البيت، يلاقيه نايم لازم يجي يلاقيه قدامه، يعني مش ما يعني بتبقى بعيدة، او ان هو يجي يسأل عليه ويقول هو راح فين او جنب مين. فضلت قعدت ادور عليه من الساعة 12، قفلت المحل انا واصحابي من الساعة 12 لحد الساعة 3 بالليل. بدأت أقلق، بدأت أروح للناس في البيوت، رحت المستشفى، رحت حتت كتير، بس في نفس الوقت ما رفعت منشور على موقع هنا في البلد على أساس إن هو لو عند أي حد ونايم مهوش واخد باله، أو سعى للي هو يقول لنا أو ما قالناش، أو هو نايم عند أي حد والحد ده ما يعرفش. مفيش. جيت الساعة حوالي الساعة 8 الصبح، والده راح المدرسة على أساس إن هو يسأل أي حد من أصحابه يروح فصله يشوف. فضل قاعد هناك شوية وجا ما وصلش الحاجة. جينا قعدنا قدام البيت كنا عايزين نعمل محضر، جاء واحد جارنا قال لنا ما ينفعش نروح نعمل محضر، خلونا قاعدين بعد الظهر لما ظبط المباحث ينزل. احنا ما فيش يعني ما كملناش 10 دقايق او ربع ساعة، انا واحد برضو جاي لنا عارفنا برضو، بس هو ممكن ما يعرفش يوسف، بس هو جاء على الصورة اللي مرفوعة، جاء ورا بيتهم في ارض زراعية. احنا ما كناش نعرف الكلام ده، احنا لقيناه قدام البيت، قال تعالوا يوسف ما لقيناه. ركبنا الموتوسيكلات ورحنا على طول، رحنا لقينا يوسف مرمي في أرض زراعية كانت مزروعة رز، يعني مدبوح من المقتل. لقيتوه مرمي في أرض زراعية مزروعة رز، ده كان بجوار البيت بمسافة قد إيه مثلا؟ إيه؟ يعني بين البيت وبين المكان اللي لقيته فيه يوسف، قد إيه من الوقت، قد إيه من المسافة؟ بين البيت وبين الأرض الزراعية دي ممكن كيلو، كيلو وربع. حاجات بسيطة يعني. تمام. المهم الناس اللي هو كانوا مغطينه كشفناه عشان نشوفه أنا ووالدي بس، يعني لقيناه مذبوح من المقتل.
ومغزوز بالسكينة في دراعه ومغزوز في بطنه. يعني نتيجة كل ده أنا مش معرفش التقرير بتاع الطبيب الشرعي قال إيه وما قالش إيه، بس نتيجة كل ده اللي هو عافر مع اللي كان بيضرب فيه، لأن في كذا إصابة في كذا مكان، لأن في نفس الوقت ما هو ما أنا معرفش اللي وصله معاه اللي هناك إيه، بس هو اللي أدى العملية للقتل. يعني هما يوم ما لقوا أخويا أنا رحت دفنت على قتل، أنا رحت دفنت على قتل. أول ما شلت أخويا من مكانه قالوا ممكن تكون تجارة أعضاء، ما صدقتش. أخويا راح المستشفى، طلع على المنصورة، الحمد لله ما طلعتش تجارة أعضاء، طلع بس الذبح من مأكل وكم غزة في بطنه ومغزوز في دراعه. تمام، عدة طعنات يعني. تمام، هو عامة اللي طعنه ده ما ينفعش حد يقول عليه في يعني على التلفزيون، أو حد بيتكلم، أو أي حد بيتكلم حتى في الشارع ما ينفعش يقول على طفل. هو بدأ معدى سن 15 سنة أو 16 سنة ما ينفعش يتقال على طفل. يعني هو شاب عنده 16 سنة. 13 سنة يعتبر شاب. تمام. يعتبر شاب. الشاب ده كان على تواصل بالأسرة، أنت تعرفه بشكل شخصي ولا يوسف اتعرف عليه إزاي ولا إيه؟ لا لا لا، لا. ما أعرفوش حضرتك. أنا أصل أنا طول ما يوسف معايا على طول ما أنا موجود لازم أخلي يوسف قدام عيني. لازم اعرف يوسف بيعمل ايه، لازم اعرف يوسف قاعد مع مين. لو اختفى مني لازم انا اللي بدور عليه. ما ينفع والده ما بيدورش عليه، والده ما يضربوش. يعني عشان مثلا واحد يشد وواحد يرخ انا اضربه، لكن والده ما يضربوش، والده يقول له ما تضربوش، يوسف ما يتضربش. حتى يعني لو انت عامل كنت إيه؟ حاسس باحساس ابوي ليوسف، وخصوصا يعني حضرتك 29 سنة ويوسف لسه يعني طفل صغير، فأكيد السن كمان بيديك نفس الإحساس بالأبوة ويعني حرصك عليه وعلى تربيته. لكن قل لي الطفل الشاب الآخر تم إن أنتوا عرفتوه إزاي أو اكتشفوه إزاي أو عرفوا الحكاية إزاي؟ إحنا قبل ما نلاقي يوسف وقبل ما نعرف إن يوسف مقتول رحنا بيوت كتير. من ضمن الناس الشاب ده ولا نعرفه ولا نعرف بيته، وفوجئنا واحنا قاعدين قدام البيت، لان كنا كذا واحد بنلف بموتوسيكلات واقف انا ووالدي قدام البيت، لقينا الشاب اللي قتل ده معدي من قدام البيت وجالنا ووقف معانا وقال ما اعرفش انا شايفه ماشي مع مين، لا كان قاعد فين، الساعه كام، لا كده. واحنا يعني احنا رحنا اتكلمنا مع اي حد او رحنا لاي حد من الجيران بس عشان نعرف يوسف فين. ما وصلناش للشاب ده اللي هو قتله الا بعد ما خدوا كذا طفل، مش كذا شاب، لا خدوا كذا طفل من منطقه ومن بره المنطقه من عندنا، خدوا كذا طفل. خدوهم فين؟ يعني التحقيقات وكده ولا مركز الشرطه خدتهم تستجوبهم. اخر مره شفت يوسف امتى؟ يوسف كان فين؟ الشوارع اللي فيها كاميرات الشرطه فضتها. تمام، كويس. تعرف اخر التحركات، دخل من الشارع من هو، مشى مع مين، ركب العجله ورا مين، حد قاعد على كافيتيريا شافه ماشي ورا عجله، دخل من شارع معين، دخل من شارع معين من وسط بيوت، ما طلعش من الشارع ده الا في وسط الاراضي. تمام، ما طلعش من الشارع ده الا في وسط الاراضي. هو يعني يعني هو مشى معاه نتيجة عن ايه ما اعرفش. تمام، قال له تعالى اما اوصلك حتة، او يوسف كان رايح يجيب حاجة او اتحرك معاه ازاي، لان يوسف قبلها كان قاعد قدام بيتي من بيوت الجيران. تمام، فهو استغل انشغالكم عنه وقام بالحدث كله من الالف الى الياء. طيب التحقيقات بقى اثبتت ايه بعد كده، بعد ما وصلوا للشاب ان هو ده فعلا اللي تم ان هو ده اللي اعتدى على يوسف؟ والله حضرتك بصي، احنا لسه ما شفناش المحضر اتكتب ازاي، لسه ما شفناش التقرير بتاع الطبيب الشرعي،
لسه ما شفناش ورق التحقيقات بتاع النيابة، والله أعلم هل من المفروض اللي احنا نشوفه أو ما نشوفوش، أو هيجي لنا أو ما هيجي لناش. بس هي حضرتك هي أنت تعتبرها المحضر استدراج، أول هام استدراج اللي هو يمشي معاه من مكانه لمكان آخر، تمام؟ تمام. تاني هام المعافرة، معافرة الضرب دي، يوسف لأن قاوم. هو قومه يعني وكان عايز يهرب منه بس هو رغم إن يوسف تمكن يوسف منه. جسمه ضعيف وأقصر منه، أقصر منه أوي يعني، مش جاي له الكتف من فوق، لا يوسف ممكن يكون جاي كرسوع إيده، كوع إيده، تمام؟ يعني يوسف ضعيف وقصير بس قوم معاه، تمام؟ هو غز في ذراعه، الله اعلم ذراعه الايمن ولا ذراعه الايسر، وغز في بطنه، ثم ذبح من المقتل، الذبح من المقتل، تمام؟ ايوه. طيب اجراءاتكم ايه فيما هو بعد استاذ شادي؟ هتعملوا ايه يعني في ما يستاهلش الاعدام؟ يعني دلوقتي انتوا بتطلبوا باعدام هذا الشاب اللي تم اللي اعتدى على اخوك يوسف، سنه ما يجيبش سن الاعدام، وطعنوا لحد ما يجيبش سن الاعدام، يسجنوه 5 6 سنين 7 سنين لما حد سنه يبلغ الاعدام ويعدموه، لان لو ما عدموش اي حد هيجي يعمل بعد كده. صحيح، عشت القانون ملوش لازم يبقى فيه فعلا رادع قوي. لكن استاذ شادي خلينا اسالك، هل تم مثلا مثل هذه الحوادث تكررت عندكم ولا دي الاولى من نوعها؟ لان النهارده الحقيقه موضوع يوسف انذار كبير جدا للمجتمع كله، وخصوصا انها مش الحادثه الاولى اللي بتحدث في مصر من هذا النوع. هل تكررت حوادث عندكم نفس الاحداث كده والسيناريو ده؟ يا فندم حضرتك من بعد الثورة أنت متوقعة أي حاجة في مصر. بعد الثورة حضرتك متوقعة أي حاجة في مصر، أي حاجة. أي حاجة. ما عادش في فرق بين المسلمين والكفرة في الأطباع وفي كل حاجة بيعملوها في بعض. ما عادش في فرق. يعني أنت حاسس بقلة أمان في هذا التوقيت اللي بتعيشه مصر، في انفلات أمني، في حاجات كتير بتحصل، في ما عادش واعي. يعني انت بتقول في كلامك انك كانت عينك على يوسف طول الوقت، يعني انت كعائله ما قصرتوش في المتابعه او في الحرص على اطفالكم على يوسف، لكن للاسف الشديد حتى ده ما خلاهوش يسلم من واقع مرير بتعيشه البلد باكملها. طيب رد فعل الناس ايه استاذ شادي؟ هل تجمهروا عند الشاب اللي عمل كده، زعلانين على يوسف؟ لان احنا شفنا الجنازه الحقيقه طالع فيها عدد كبير جدا من الاهالي. يا فندم ما حدش يعني، كان في حاجات كتير هتحصل بس ما لهاش لازمه. احنا نستنى القانون وبعد كده نستنى عدل ربنا. جاي. مش عايزين حاجه، بس هو الاعدام مش يعني مش حاجه صعبه. لو انت شايف ان سنه مش سن اعدام، قعدوا 5 سنين واعدموا. ما ينفعش تدخلوا الاحداث وتقعدوا 15 سنه او 20 سنه وتعدموا. انت هم ماشيين بقانون ومش ماشيين كده بالشرع، حتى لو بيجيبوا حاجات من القران عشان يحطوها في القانون كده، ما هوش شرع. دي ما هوش شرع الحد. انت كده هتكرر الحادثه دي مره ومليون وثلاثه. هل عمليه الخطف في جميع المحافظات في مصر او في جميع القرى وقفت؟ مش بس هقول لك من شهر، من يوم موت يوسف لحد ما قال وقفت؟ اكيد لا، ما وقفتش. صحيح. طيب استاذ شادي، مش عارف توصل استاذ شادي النهارده تقول ايه للاسره؟ خلينا عشان احنا طبعا برنامج بيهتم كتير جدا بالمواطن وبمجتمعنا، اكيد المجتمع النهارده عليه دور كبير جدا في حمايه اولاده، في نوع من انواع التوعيه لازم أن توصل للاطفال، لان اللي حصل ليوسف مش مجرد حادثه قتل فقط، لا دي حادثه اعتداء جنسي وقتل وبشعه جدا، يعني تخلي الاسر تخاف على اولادها اكتر. هتقول لهم ايه النهارده لكل اسر مصريه؟ لو الاسر هتحافظ على اولادها، هتحافظ على اولادها شهر او اتنين وهينسوا، محدش هيفتكر حاجه. الناس بتتلهى، الناس ملهيه في العيشه اللي هي مش عارفه تعيشها. محدش حتى فاضي ان هو يوفر جنيه، حتى لو هو فقير يجيب عجله
يودي ابنه عليها المدرسة، أو يودي يجيبه، أو يودي درس ويجيبه. هو هيأكله في العشاء في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ولا هيودي ابنه مدرسة ويجيبه، ولا هيودي ابنه درس ويجيبه، ولا هيقعد مع ابنه ساعة كل يوم ولا نص ساعة ويقول له أنت ماشي مع مين وبتكلم مين وما تسمعش كلام حد؟ ما فيش حد هيفضل الكلام ده، لأن ما حدش أساساً في حال اللي هو يجيب لقمة العيش بتاعته عشان ياكلها، عشان يعرف يتكلم، يقعد يتكلم مع أولاده ويشوفهم عايشين إزاي. صحيح والله. في أهالي كتير ما بتشوفش أولادها إلا بالأسبوع وبالعشرة أيام. في أهالي ما بتشوفش أولادها أصلاً. في أهالي أولادها في ناحية وهم في ناحية، وهم شغالين هنا ودول شغالين هنا. ما فيش حاجة في مصر تقدري تتكلمي فيها اذا كان على اكل او على عيشه او على الاسر او على اي حد. ما فيش حاجه تعرفي تحلها في مصر، لان اول ما السيسي مسك او غيره مسك الناس ما طلبتش الا الامن والسلام. ما فيش امن وسلام وما فيش عيشه اصلا. الناس مش عارفه تجيب فلوس منين، مش عارفه تجيب فلوس منين. وبعدين دي قله تربيه من بيوت كتير، من اللي بيحصل في الشوارع ومن اللي بيشوفوها على التلفزيون ومن اللي بيحصل في اي حته. يعني أي حاجة عادت سهلة، أي حاجة عادت سهلة. حضرتك قبل الثورة كنت بتحترم المدرس اللي بيعلمك ألف ب، النهاردة بتحترم الحرام والبلطجي وما بتحترميش المدرس. يبقى ما فيش دولة. صحيح صحيح أستاذ شادي، يعني مش عارفة أقول لك إيه، بس بجد كلامك جه على جرح مصر. أنت بتقول إن الأمن والسلام هي مشكلة مصر الآن، والحقيقة ده فعلا حقيقي. البقاء لله في يوسف، وربنا يرجع حقه ويحفظ أولاد مصر. أشكرك أستاذ شادي أخو يوسف القتيل والمعتدى عليه جنسيا، شكرا جزيلا ليك.